Bienvenue, مرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله مازلنا نكملوا لي سيسيون دو سي 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 ان سيكوريتي. جوست فين حبسنا المره اللي فاتت كنا نعملوا ان تي رابيل. دونك عملنا تو سكي سي سيكيورينغ الروتور نتاعنا. من بعد تعدينا عملنا تو سكي اي بي اس. من بعد تعدينا عملنا تو سكي في بي ان. شفنا لي تيب دو في بي ان، تونيل في بي ان، ترونفور في بي ان. عملنا دي لاب اتسيتيرا. دونك توا تعدوا للشابيتر اللي بعد، هو جينيرالمون شابيتر 6، سي لا سيكوريتي سيكيورينغ نتورك. جينيرالمون اسمه سيكيورينغ نتورك. سيكيورينغ نتورك دونك عندنا دي اتاك اجينست النتورك نتاعي اون جينيرال، و اليد دو سي سي ان، اليد des équipements de Cisco. Je vais essayer de trouver les solutions et les attaques. Parmi les attaques, par exemple, عن الماك سبوفينج اتاك، عن السبانينج تري مانيبيوليشنز، عن الماك ادرس بافر اوفر فلو، عن الفيلان هوبينج، عن الفيلان دبل تاكينج، دبل تاكينج وبين دبل انكابسوليشن. عن بلان دي اتاك. مي انا قلت قبل ما ندخل نخدموا الاتاك ديريكت ونجي باري اكزومبل نقول اوكي توا باش نعمل مثلا باش نجيب عندي اتاك اسمها تيري تيل، باش نجيب نعمل بورت سيكيورتي نحطه، نبدا كونفيغوري بورت سيكيورتي ما شات داون وريستريكت وبروتكت ونبدا نقول نو. قلت واللي متاكد منه معناها اللي لا بلوبار فيكم ما يعرفوش اش معناها. بار اكزومبل ناخذ الكام تاع سبانينغ تري باش نحكي فيه اليوم، اللي هو ستون شوز تري امبورطون. الناس اللي يخدموا سويتشين، سورتو الناس اللي يخدموا سويتشين، مستحيل تلقى واحد يخدم سويتشين ما يعرفش حاجه اسمها سبانينغ تري، ما يعرفش حاجه اسمها لي فيلان. دونك قلت قبل بار اكزومبل نبدا نحكي لك فيلان تاجينغ، هي عندنا الفيلان ان اللي هو نيتف فيلان بار اكزومبل ما يسيبلوش انكابسوليشن، الهاكرز يستخدمها هذه باش يعمل دوبل تاجينغ وباش يعدي من فيلان لفيلان. دونك وانت ماكش فاهمش معناها اصلا فيلان، وبيا نبدا نحكي لك سبانينغ تري مانيبيوليشن، يجي يبدل يرد روحه الهاكرز، يبعث دي بي بي دي يو بريتش بروتوكول داتا يونت ويرد روحه وهو روت بريدج، والترافيك تولي يتعدى منه، يزرع ان سنايفر اف ار كاب مثلا ويقرا بيه ترافيك، وانت ماكش فاهمش معناها حتى سبانينغ تري منين جات ومنين هبت مين دبل. دونك جي بريفيري خيرت اني تي سيبنا. دونك خيرت اني قبل ما نبدا نخدم في لي زاتاك ندخل في لي شابيتر، خاطر جينيرالمون في سي ان سيكوريتي هو يقول لك يبازل اللي عندك دي كنولوج من قبل، اللي انت عندك دي كونيسونس من قبل، خاطر سبانينغ تري وسويتشينغ ان جينيرال وسكي اس تي بي سبانينغ تري بروتوكول، تو سكي فيلان، تو سكي راوتينغ بين فيلان، تو سكي في تي بي فيرتوال ترانكينغ بروتوكول، هذا الكل تبع سويتشي وتقرا في سويتشي، تقرا في سي سي ان راوتينغ سويتشينغ معناها فيرسيون سوا كان 5 120 220 اللي هي معناها في سي سي ان اللي قريتها. دونك انا شنو عمل، انا شنو نعمل الكور هذا توا باش قبل ما نبدا نحكي في الاتاك. دونك قبل ما نبدا نحكي في الكور اوفيسيال نتاع سيسكو، دونك نو باش نبدا نعمل اون بتيت انتروداكسيون اش معناها سبانينغ تري، ومن بعد نحكي على تاك تاع سبانينغ تري وكيفاش نسيكوريزي روحي منها، اش معناها فيلان، ومن بعد نحكي على لي زاتاك كونتر لي فيلان وكيفاش نسيكوريزي روحي منها. من بعد نشوفوا مثلا الماك ادرس تيبلز بار اكزومبل، ماك ادرس تيبل كيفاش نعمل اتاك بار اكزومبل بالباك تراك بالماك اوف، ونعمل بالبفر اوفر فلو، والسويتش نتاعي يولي يخدم كوميتون ان هوب، يولي برودكاستي في الترافيك نتاعي، يولي الهاكرز وقتها يكسبلواتي الفرص كيفاش نعملها اكسبلواتي البوغ هذي. هذوما الكل تشوفوه ان شاء الله توا ستيب باي ستيب. دونك نتوكلوا على ربي. باش ديما باش نحاول ديما جملونس اكثر حاجه في البارتي براتيك، ما نحبش نبقى نحكي برشا 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 لين انتم تفدوا، وما نحبش هذا الوقت يخرج مني، ما نحبش الوقت يخرج مني وما نعملوا حتى حاجه به. نبداو جينيرال مون، اش معناها سبانينغ تري بروتوكول. دونك سبانينغ تري بروتوكول كيما نقولوا هو سي تان بروتوكول الميسيون تاعو تقضي على حاجه اسمها اللوب. اش معناها اللوب؟ اول حاجه الساعه اي سوسيتي في العالم كانت صغيره كبيره متوسطه تياره مجمله عندها حاجه اسمها تخدم عليها ديما، اللي هي الهاش اب، الهاي افيلابيليتي. ديما عندها كسوة، ديما مثلا ما تحبش البرود نتاعها يطيح، ديما عندها من كل حاجه دوب. مثلا لهنا في كامتي انا مثلا سويتشات باش يتربطوا، بيان سور سويتشات يتربطوا بكابل كروس. دونك جينا للبارتي الاولانيه ونربط هذا ونعاود نزيد نفس ليا ونعاود نربط دوتيل سورت، يولي عندي كان تلاحظوا ديما هك دو 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 ليان دو اون كا او طاح لي الليان هذا صار له اي حكايه، السويتش خاطر السويتش وراه دي بي سي وده وراه دي بي سي، طاح لي الليان لول صارت له اي بروبليم كان، سواء كان فيزيك كان لوجيك كان اللي هو البروبليم،
دونك يبقى الليان هذا يمشي معناه. هذا ديما لا بلوبار دي سوسيتي يخدم عليه، كسوا يخدم عليه في الفي ام وير في الفيرتواليزاسيون جينيرال، يخدم على الفيرتواليزاسيون مثلا اللي هو الهاش ار متكون من الكلاسترينج، متكون من الدي ار اس، الاس دي ار اس، من الفي موشن، اس في موشن، متكون من ديزاستر ريكفري في الفيرتواليزاسيون، كسوا كنت مع الفي ام وير، مع سيتريكس، مع مايكروسوفت، في السيرفر، في اي حاجه في الدومين الاي تي، باش تلقى ديما حاجه اسمها الهاش ار. دونك لنزل عندنا في السويتشين عندنا حاجه اسمها الهاش ار، اي سوسيتي عندها دوبل. مي هذايا جينيرالمون هذايا جينيرالمون يسبب لي بروبليم. سبب لي بروبليم شنو هي؟ انه اللوب. شو معناها اللوب؟ السيد هذا يبعث منا والسيد الاخر يبعث منا، والترافيك داخل منا وخارج منا، والميم سيب عرب. دونك اكيد ما ديش حاجه لوجيك، وتسبب لي ثقل كبير 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 في الريزو، وتولي الكل تبرودكاستي في بعضها، والكل تكلم في بعضها، تبعث ميساج من هنا يحب له باش يوصل، وهذا يسبب جونغ دو لاتونس. هنا يدخل في حاجه اسمها الكاليتي دو سيرفيس، كيو اس. دونك هنا سبب لاتونس. دونك جاو عملوا، جيبوا عملوا بروتوكول سميوه سبانينغ تري بروتوكول. شنو الميسيون نتاعو؟ الميسيون نتاعو هو انه انت تعدي له الكوابل، وهو وحده وحده اوتوماتيك يجي يشوف يعمل اللي باش نشوفوا نحن البرنسيب تاعو كيفاش يخدم. خلينا تنقولوا يخدم خدمه، من بعد الخدمه هذه يعدي لك كابل ويبلوكي لك بارتي اخرى. كان ترى لاحظوا لهنا اخزر لهنا الكولور نتاعو كيفاش هذا سي بون، البارتي الاولانيه تعديت كما ترى فيها سي بون، البارتي الثانيه سي بون، الكابل هذايا توا متبلوكي ماهوش يمشي، البارتي الثانيه متبلوكي، الناس الكل توا تخرج هكا، الناس الكل تخرج على الكابل الاول هذا، الناس الكل تخرج على هذا، اون كاو هذايا طاح صارت له اي بروبليم. كان نشوفوا ها جينيرالمون ديما نشوفوا هذايا صارت له اي حكايه، اوتوماتيكمون تتراو هذايا بشويه ياخذ شويه وقت بيان سور، وهذا زاد باش نزيدو نشوفوها باش نعرفو واش نخدمو خدمه باش تولي دو تيل سورت، ما عادش ياخذ الوقت هذاك الكل. هذا ياخذ جينيرالمون 45 سكوند باش يتبدل من ليتا نتاعو، خاطر في ايتا بلوكينغ باش يولي في ايتا فوروردينغ، باش نشوفو هاي ليزيتا هادو. دونك كيفاش تنجم تصير الحكايه هذي؟ هذا هو جينيرالمون علاش تخلق سبانينغ تري، خاصة يبدا عندي داتا سنتر فيها بلان دو سويتش، فيها برشا 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 سويتشات، فوالا ريتو باش تبدلت. دونك فيها برشا سويتشات، سبانينغ تري يعاونني على الاخر على الاخر على الاخر. انا نتفكر مره سالني واحد برمي لي زيدوديون اللي قريتهم، قال لي علاش ما نحيوش نمشي نديزيبلي سبانينغ تري؟ قلت له كان ديزيبلي سبانينغ تري، سبانينغ تري على كل سويتش بلوكيت روحك انت، تسمى حليت كارثه في الريزون تاعك. تقول لي الكل كيما قلنا تبرودكاستي في بعضها، يتسبب لك في لاتون ويسبب لك في برودكاست روم، معناها تبعث باش تبعث ايميل اللي معاك مثلا انتم في دي ديبارتمون، باش تبعث باغ اكزومبل من ديبارتمون انفورماتيك، باش تبعث ديبارتمون كاليتي ولا اي اوتر ديبارتمون ديريكسيون، ولا حاجه تبعث له ميل حاسيل ويحب له برشا 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 باش يوصل. يعني هذه كارثه في حد ذاتها، انه الريزو طايح. بيان سور كي الريزو يبدا ثقيل ولا طايح، يا جماعه عادي يفرحوا بيك، تليفوني طايش عملت لنا ما عملتناش، عملت لنا ما عملتناش به. هذا هي جينيرالمون ايدي خفيفه على اسبانيك تري بروتوكول. توا نحاولوا ان شاء الله نعملوا امبتي لاب. دونك باش نحاولوا نجيب لاب كلاسيك. دونك باش ناخذوا لي سويتش 2960 سويتش هذايا. دونك زومي شويه باش تكون واضحه، باهي نزومي جدا من هنا هكا، وناخذ سويتش هكا بون ثلاثة هكا هكا، ونجيب سويتش واحد اخر. حاسيلو باش نعملو كيما نقولو ارتيكتور نتاع داتا سنتر كامله. دونك قداش عندي من سويتش؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بون نقص شوية هكا سي بون. وبيان سور باش نبدا نربط بيناتهم، قلنا سويتش جينيرال مون يتربطوا بكابل كروس. باه نربط البارتي الاولانية، نربط البارتي الثانية، نربط الكابل. اوكي تو نخرج بي سي، نخرج بي سي. بيان سور باش نربط لي بي سي كابل ستريت. فوالا عملت اون ارشيتيكتور، عملت اون ارشيتيكتور. باه توا كيما تراو لي بور في ايتا باش يبداو يتبدلوا لي كولوراسيون نتاعهم اكسيتيرا، قلت لكم تعاو شوفوا هذيك شنيا. باه توا باش نبدا نحكي على سبانينغ تري بروتوكول. سبانينغ تري بروتوكول اول حاجه يبدا يبعث بين لي سويتش، اول حاجه باش يختار بين لي سويتش حاجه نسميوها نحنا جينيرال مو ديما روت بريدج. روت بريدج اش معناها روت بريدج؟ الروت بريدج كيما نقولوا هو الروت المعلم
في هو السويتش المعلم، في السويتش هذا الكل. كيفاش نعرف السويتش المعلم؟ مش معناه سويتش المعلم، باغ اكزومبل انا جيت قلت هذا لقيت هذا هو مثلا، ولا قلت هذا، قلت هذا باغ اكزومبل هو الروت بريدج. الروت بريدج معناه الروت بريدج هو الروت اللي اي واحد كي باش يبعث حاجه باش تعدى بيه. مثلا هذا يحب يبعث لهذا باش تمشي منه 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 تعدى على الروت بريدج، والروت بريدج هو اللي يعدي. معناها اي حكايه في الريزو باش تعدى لازم تعدى على الروت بريدج هذاك. كيفاش نختار الروت بريدج هذاك وسولون كل كريتير باش نختار الروت بريدج هذاك؟ دونك كاش نقول لكم سولون كل كريتير، عندي دو كريتير نختار بيهم. نختار بحاجه اسمها البي بي دي او، عندي حاجه اسمها البي بي دي او. باش نهي البي بي دي او سي بريدج بروتوكول داتا يونت، دونك اون انجلي الابريفياسيون نتاعها بريدج بروتوكول داتا يونت. دونك باش نبعث، باش نبدا نبعث في سكون ابل دي بريدج بروتوكول داتا يونت. البريدج بروتوكول داتا يونت منين يتكونوا لي؟ البريدج بروتوكول داتا يونت يتكونوا من حاجتين تري 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 امبورطون. اول حاجه اللي هي البريوريتي، وثاني حاجه اللي هي الماك ادريس. دونك ريد انت اي سويتش تشريه من الباكو نتاعو، اي سويتش مثلت كيف شريته. نحكي في مثلا انت في سوسيتي عندك شريت سويتش من عند باغ اكزومبل سمارت، فهمتني؟ ديما تلقى البريوريتي نتاعو بار ديفو هي كان صدقني ربي 32768. ريتهم السويتش هذا من الكل طونكو مازلت كيف ركبتهم تو تو، البريوريتي نتاعهم الكل متساويه كيف كيف، عندهم نفس القدر، عندهم نفس القيمه. القيمه نتاعهم هي 32768. دونك في الكام تاعنا كيفاش نختار؟ يسال تو واحد يسال سؤال، معناها يقول لك تو انت قلت لي باش نختار روت بريدج سولون البي بي دي يو. البي بي دي يو فيها؟ فيها البريوريتي ولا الماك. اول حاجه قلت لي ديما ناخذ لها هي البريوريتي. ساعه البريوريتي العباد الكل كيف كيف عندها نفس البريوريتي، هذا يا عنده 32768 32768. دونك كيفاش نختار؟ كلهم ما عندهم نفس القيمه، معناها كلهم يجيو روت بريدج بيان سور، مش كلهم يجيو روت بريدج. دونك نباسي للبارامتر الثاني. البارامتر الثاني اللي هو شيء اللي هو الماك ادريس، ديما نختار اقل ماك ادريس. دونك انا لهنا كان نجي نبدا بالواحد بالواحد. دونك سيالي دونك نقول له بيان سور انيبل، نقول له شو سبانينغ تري بروتوكول. دونك السويتش 6 هذايا فوالا، هذايا الماك ادريس نتاعو السويتش 6، هذايا الماك ادريس نتاعو. دونك نكملو السويتش 6 هو الماك ادريس نتاعو 002 غنيها. نعاود نرجع مرة أخرى كيما العادة enable show spanning tree. الماك ادريس نتاع السويتش 4 هي 0904 هي هذي. نتعدل السويتش 3 نفس الك نيبر شو سبانينغ تري بروتوكول، ناخذ الادريس ماك نتاعو اللي هي 00 او اجل اكسبورت هذي. بعد نجي للسويتش 2 نفس الحديث نيبر شو سبانينغ تري، ناخذ الادريس ماك نشوف سويتش 5 enable show spanning tree. ولا خرج لي زادريس ماك. توا نشوف اقل ماك ادريس فيهم شكون. اقل ماك ادريس في اللي سويتش هذا هي بتكون روت سويتش روت بريدج. كيفاش باش نعرف؟ جينيرال مو انا كان نعمل حتى في كومباريزون هكا بالعين، معناها 00309 معناها هذه دوبل 0 دوبل 0 او، هذه اكبر دوبل 0 او اكبر دوبل 09
دوبل زيرو نوف، هذه اكبر منها، هذه اصغر معناها من هذه، دوبل زيرو نوف، تريبل زيرو نوف، هذه تريبل زيرو دو، دونك هذه اصغر ادريس ماك فيها، زيرو زيرو دو، خاطر ما نعرف اللي اكزا دي سي ما الا والدو والا والبي والاي، فهذه غير في الفاكهه فدينا منها. دونك ميم حتى كيف نقول شو سبانينج تري بروتوكول، انت كنت راه فيه لهنا هاي قريتها ذيس از از ذا روت، هو جينيرال مون نقول لك راهو هذايا هو الروت. دونك انا توا بعد ما عملت دونك عندي هذايا هو، هذايا هو الروت بريدج نتاعي. دونك توا طلعت روت بريدج، على فكرة نجم نقلب نلعب حكاية الروت بريدج كيفاش، توا قولي نبدل زادريس ماك، نو مش بدل زادريس ماك، مي نبدل البريوريتي، البريوريتي هي بار ديفو كيما قلنا 32768، نزيدو نتأكدو من كلامي معناها 32768. دونك فيني 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 شو سبانينغ تري، فوالا 32769 كلها كان راهو كلها، كلها عندها نفس البريوريتي، كلها عندها نفس البريوريتي، كلها عندها نفس البريوريتي. دونك الاقل كما قلنا نرجع مرة اخرى ما نقولش معناها باش اول حاجة باش نختاروا المير امبلاسمون وكيفاش ونسكر واحد باش ما يساليش لوب في الريزو، وهذه هي خدمة السبانينغ تري بروتوكول. السبانينغ تري بروتوكول اش يعمل؟ يبدا يبعث شكون ابيل دي بي فيديو بريدج بروتوكول داتا يونت. البي فيديو مش متكونة، متكونة من حاجتين، متكونة من البريوريتي ومتكونة من الادريس ماك. في الكا انيسيال نتاعي البريوريتي باش تكون يوني فيها لعبات كل، لعبات كل عندهم ميم بريوريتي اللي هي 32 ل 72. دونك نولي نتعدى على الماك ادريس ديما في السبانينغ تري بروتوكول وفي السويتشين، ديما خليك مع اقل ماك ادريس وانت ديما رابح. جوست بتيت كيما نقولوا كل ملاحظه صغيره، راهو ديما اهم حاجه في الخدمه نتاعك في الريزو راهي ماهيش الروتين، سويتشينغ اهم، خاطر الروتين تصير مره برك جي نحط نحط بروتوكول دو روتاج جي ار بي او اس بي اف ريب اللي هو، ولا نعمل روتاج ستاتيك اون فوا، مش كل يوم صباح نعمل في روتاج اون مره برك، ولا ينقوش في الشهر ولا في الشهرين توتيشي مره زوز باش نعمل فيها روتاج، مي الباقي الكل راهو ديما سويتشينغ، هذا يزيد خد ام جديد سويتش خارج لو كابل كذا كذا. دونك الخدمه كلها سويتشينغ، وتوا الخدمه على كل وانا بربي حيت بارونتيز حيت بارونتيز خلينا نشوف الوقت. دونك السويتش اللي سويتش عندي ثلاثة أنواع، وعندي في الديزاين ديما الناس اللي يخدموا في الديزاين تاع سويتش ديما عندهم تروا لايرز نسميهم الفري لايرز. أول حكاية نسميوه الكور سويتش، الكور سويتش والا يتسمى بلغتنا نحن الفيديراتور، سويتش فيديراتور، سويتش فيديراتور والا سويتش لاير 3. هذا شنو يعمل؟ هذا يخدم كما قلنا نحن السويتش يخدم في الكوش، سويتش يخدم في الكوش 2 لي زون دوني. دونك السويتش يخدم في الكوش 2، السويتش يفهم في الباكي نتاعو واش عنده، عنده الادريس ماك، سويتش يفهم كاديز ادريس ماك على فكره، ادريس ماك سورس، ادريس ماك ديستيناسيون، وعنده الداتا بيلود بتاعنا، وعنده تشيك سي ار سي باش يفيريفي بها في الباكي قداش خسرت قداش صار فيها دي ديجا ضاعوا منها دي بيت اكسترا ولا لا. هذا هو جينيرالمون السويتش نيف. دونك في الـ في الـ في الاستركتوراسيون بتاعنا اللي كنت نحكي فيها توا، الكور سويتش مش سويتش رخيص، سويتش غالي على الاخر، على الاخر يخدم روتاج، احنا قلنا روتاج تبع شكون، روتاج تبع الروتور، وبلوس يخدم سويتشينغ يسميوه الكور ولا الفيدراتور. تحته عندي لي سويتش دو ديستريبيوشن، سويتش ديستريبيوشن اللي هما كيف ما هي كيما سويتش 2960 تاع سيسكو، سان سويتش ديستريبيوشن في بروسيسور وازيك اتسيتيرا، يعمل سويتشينغ مي ما يعملش روتاج، ما يعملش روتاج، يعمل سولمون سويتشينغ. وعندي لوتا نسميهم نحن السويتش داكسي، سويتش داكسي كسويتش المثلث اللي ما فيه شيء، دونك عبارة 8 بور ولا 6 بور ولا 24 بور، مي لا يعمل فيه كيما نقولوا ماك ادريس تيبلز، ولا يكونستروير الماك ادريس تيبلز نتاعو، ولا يعمل بلوكينج لا ليسنينج لا ليرنينج لا فوروردينج لا شيء. عدي برك هو عبارة عندك كل هوب يعني سويتش محطوط مربوطين بيه ويتعدى، يعد تعدي منه. دونك كيفاش كيفاش تصير الحكاية؟ عندي دي سويتش داكسي، دي سويتش داكسي، دي سويتش داكسي، ولهنا عندي بيان سور لي سويتش دو ديستريبيوشن، سويتش ديستريبيوشن، سويتش ديستريبيوشن. مثلا سويتش ديستريبيوشن نقسم الدي فيلان ونحط فيه دي فيلان، وهذا يزيد نقسم معناها الخدمه نتاعي سلون دي فيلان، ومن بعد يخرجوا من هنا، ومن بعد من الفيدراتور يعاودوا يخرجوا على الفاير وول، ومن الفاير وول يخرجوا على روتور، ومن روتور يخرجوا على الانترنت اكسترا.
هذا بريف، مش بريف مو اقل من البريف مو. باش ما ندخلش برشا برشا في ديتاي، باش ما نهربش، جوست كيما نقولوا هذه حاجه على جنب، معناها ماهيش اللي كيما نقولوا دخلنا فيها اون ديتاي، باش برشا ما يبداوش ينبروا، معناها يقول لك ليش بيك. دونك هذا ما ان شاء الله تو يجي وقت نحكي فيهم بليس اون ديتاي، نحنا تو خاطرين نحكي في سبانينغ تري. باهي نرجع جوست زاد باش ما ننساش حوايج السويتش، فوالا هذا هو سويتش فيديراتور اللي في سيسكو، تنجم تعمل عليه روتاج، تنجم تعمل عليه كل شيء، او اس بي اي في جي ار بي، تنجم تخدمه كل شيء. نرجع كيما فين حبسنا، دونك لهنا قلنا البريوريتي خليك مع اقل ماك وانت تربح. دونك لهنا توا كل سويتش نحنا عرفنا اللي هذايا هو الروت بريدج. هذا الروت بريدج، الروت بريدج ديما عندي ثلاثة أنواع، عندي ثلاثة أنواع متاع دي بورت. عندي حاجة اسمها الروت بورت، عندي حاجة أخرى اسمها الديزيجنيتد بورت، وعندي حاجة أخرى جماعة يسميوها البلوكد بورت، وجماعة يسميوها الانيوزد بورت، كنت يسمي لي يعجبك. دونك نرجع مرة أخرى نقول عندي ثلاثة أنواع متاع دي بورت، الروت بورت وهاب تشوفوه، ديزيجنيت بورت تشوفوه تو تو، والبلوك بورت باش تشوفوه زاد. دونك بعد ما يصير سبانينغ تري وتصير ابليكاسيون لسبانينغ تري تحصل على ثلاثة انواع متاع لي بورت، شنو هي هاللي بورت هذم وشنو هي الحكاية. دونك نرجع لهنا انيبل شو سبانينغ تري كان ترى اخسر، هنا قال لك ديزيجنيتد بورت، ديزيجنيتد بورت لهنا كان ترى ديزيجنيتد بورت روت بورت، لهنا كيما ترى ديزيجنيتد بورت، ديزيجنيتد بورت روت بورت اتسيتيرا. كيفاش عمل الحكايه هذه، كيفاش اختار سولون كيل كريتير اختار. قبل ما نتعدى نحكي على هاللي بورت هذا بلي جوست خليني نبدل الحكايه. باهي نحنا اش قلنا، قلنا اللي هذايا هو هذايا هو الروت بريدج هكا، ولي خاطر عنده اقل ماك. ترى اكبر ماك عند شكون؟ اكبر ماك هي عند عند هذا. باش رايكم نجيو نردو، هذا هو الروت بريدج، نجي انا روت بريدج رد هذا هو روت بريدج. كيفاش نرد روت هذا هو روت بريدج؟ عندي دوز اسيو بوسيبل. اول حاجه نجي نقول له كوماند، نقول له انيبل كونفيكتيف سبانينغ تري. انا تو على كل فيلان نخدم، انا تو طونك ما مسيتش حتى فيلان، كي نقول له ها شو فيلان بريف اكزيت شو فيلان بريف. دونك انا جينيرالمون قاعد نخدم على النيتف فيلان، لي بور نتاعي كلهم على النيتف فيلان اللي هو الديفولت، ديما نسميو راهو نيتف فيلان. دونك انا ما بربش شيء، دونك نخدم على النيتف فيلان. دونك نقولو كونفيغور تيرمينالز، دونك نقولو سبانينغ تري فيلان 1، ومن بعد هاوش عندي قال لي تحب تلعب على البريوريتي ولا تحب بالفلاق تقول لي هاي الروت. نجم نجي مثلا على سويتش 3 هذايا اللي انا عليه توا اللي هو هذا سويتش 3، ونقول له راك انت الروت هكا جينيرالمون بالواحد، نقول له راك انت روت ها، نقول له راك انت روت وبرايمري، ونجم نحط روت سيكوندري اونكا او روت برايمري تاعها، فما روت سيكوندري باسكولي عليه. مي انا مانيش نلعب هكاك، نلعب على حاجه اسمها البريوريتي. دونك البريوريتي، البريوريتي باش تحط نمرو غلط، عارفوا اللي هو غلط راهو، مي جوست باش نفهمكم حاجه. دونك انا حطيت لهنا النمرو كيك اربيتير، يقول لك راني ما عنديش هالي ميمري هذا، عندي من ميمري اللي نعملهم 0 40 99 800 و 8192 12200. هو جينيرالمون ماخذ هاي 32768. دونك كل ما تنقص في البريوريتي كل ما هو خير، دونك اقل بريوريتي هو اللي اقوى، اقل بريوريتي هو اللي اقوى. دونك انا تو كان نجي نقول مثال السيد هذايا سبانينغ تري بريوريتي مثلا 61440، ما باش يصير شيء، جوست باش يبقى باش ترجع الحكايه هي هي، هذا هو باش يبقى روت بريدج وهذا مش تبدل. نو لازمني نعطيه ديما فالور اقل من الفالور بار ديفو، هو ما يخسر فالور بار ديفو هذه، انا نجي من الاخر نعطيها او زيرو هكا ولي. دونك كان ترى بعد ما عملت الفاز هذه يخسر، كيفاش كل شيء تقلب وبقى تو واش يعمل، قاعد يبعث كما العاده بي بي دي يو. كان جا عندنا هو جنرال مون ما عندناش سويتش ريال، رانا كنا عملنا واير شارك ولا نصينا اي واير شارك، رانا لينا لي بي فيديو كيف قاعدين يتبعثوا، مي هذا ان سيمولاتور للاسف. دونك قاعد تو كيما العاده يبعث في لي بي فيديو يختار شكون كذا كذا، ديتيل سور تو اول ما تكمل الحكايه باش نجي انا كيما العاده نقول له شو سبانينغ تري بروتوكول، باش نلقاه بدل لي كل شيء، باش يقول لي ذيس از روت كيما ترى هاكا، ما عادش هذا، ما عادش سويتش 6 هو الروت، سويتش 3 ولا هو الروت تو،
هذا هو الروت تو. دونك هذا هو الروت بريتش. تو قاعد يعمل في لي زيليكسيون، هو يختار ويبدل وكذا باش يقلب. اونتر تو ما كمل هو ديجا كمل، دونك بلوك البور هذا وعدى لي بور الاخرين. كما قلنا، قلنا عندي ثلاثه حاجات ما لازمش ننسيها. عندي حاجه اسمها الروت بورت، عندي حاجه اسمها designated port، وعندي حاجة اسمها blocked port. هذوما ثلاثة يلزمنا نشدوهم في مخاخنا، معناها شوز تريز امبورتونت. به انا توا باش نبدا كل بور، باش نبدا نحكي بالبور بالبور وكل واحد شنو هي لي كاركتيرستيك نتاعو. خلينا نبداو باللي designated port احسن. لسه designated port اش معناها designated port؟ دونك designated port كيفاش نختاره؟ قلت اي روت بريدج، اي روت بريدج ها باش تكتبها حتى بالعربي، ها اي روت بريدج لي بور نتاعو اللي كلهم designated port. هذه ان شاء الله تكون واضحه. لي روت بريدج، انا مش هذا قلت هذا روت بريدج نتاعي ولا ليه؟ هذايا designated port، هذا designated port، هذا designated port. تحب تتاكد من كلامي؟ سهل ياسر، من غير ما نعمل شو سبالينغ تري، هاي معمولة لك بور فاست 01، هذا هي 01 02 03 كلهم كنترال رول ديزيجنيت بور ديزيجنيت بور ديزيجنيت بور. دونك بالفلاحي اي روت بريد لي بور نتاعو يسموه ديزيجنيتد بور، هذا ديزيجنيت بور ديزيجنيت بور ديزيجنيتد بور. دونك نتعديو لحاجة أخرى اللي هي الروت بور، يعني ديزيجنيتد بور فهمنا فيها. نتعديو للروت بور. الروت بور كيفاش نحسبها؟ الروت بور نحسبها بحاجة اسمها الكوست. اش معناها الكوست؟ الكوست هي كيما نقولوا كل كابل، هذا سيتان كابل فاست ايثرنت هكا ولا، كل كابل نستعمله عنده كوست معين. مثلا عندي الكابل فاست ايثرنت الكوست نتاعو 19، فما في كتب اخرين 10، معناها هذه حبيت نقولها كل واحد كيفاش يقول. فما ناس تقول 10 ناس تقول 19، انا يا خويا مع الجماعه اللي تقول 19. ثم الكابل جيجا ايثرنت دونك الكوست نتاعو 4 والفاست ايثرنت 19. دونك هنا هذايا سي لو روت بريدج هكا ولا، انا مش عندي هذا وعندي هذا وعندي هذا وعندي هذا. دونك شنو نجي نقول به؟ الكوست نتاعي كي باش نمشي من هنا لهنا قداش؟ 19. وكي باش نمشي من هنا كي باش نمشي من هنا لهنا 19، وكيف باش نمشي من هنا لهنا 19، كيف باش نمشي من هنا لهنا 19، ومن هنا لهنا 19. دونك نبداو توا واحده واحده به. السويتش هذا نحب نطلع انه انت قلنا نحنا انه الروت بور، الروت بور انه. دونك عندي كوسوسوا هذا، ها هو نجم يكون هذا الروت بور كما نجم يكون هذا الروت بور. دونك كان باش نمشي كان جي نفسر اش معناها روت بور. زاد روت بور هو المسافه اللي باش نقطعها من السويتش نتاعي للروت بريدج قداش. كان باش نخرج من هنا باش نعمل 19 بلس 19. دونك كان باش نخرج، كان نقول هذايا هو الروت بور نتاعي، معناها باش نخرج 19 19، وكان باش نخرج من هنا ديريكت باش نعمل 19. دونك اللوجيك يقول قول هذا الروت بور ولا هذا الروت بور. اوكي اللوجيك يقول لي هذايا هو الروت بور. علاش؟ على خاطر 19 و 19 قداش بتعطيني؟ بتعطيني ربي خليني نحسب 38. دونك 19 و 19 38، الكوست نتاعها كانت 38. بار كونتر هذا 19، نحنا نمشي ديما على اقل الكوست. دونك نجي نقول هذا هي سي لو روت بريدج، سي لو روت بريدج، سي لو روت بور، استغفر الله. دونك هذا سي لو روت بور. نجي في هذا مزوز به، عندي من هنا 19 ومن هنا 19 و 19، شنو باش تكون؟ باش تكون هذا هي الروت بور. الروت بور هذايا باش يكون من هنا 19 و 19، وهذايا باش يكون هنا 19. دونك باش يكون هذايا الروت بور، قلنا هذوما ثلاثة designated port،
هذا designated code، وهذا باش يكون designated code. example نتاعنا هذايا الماك، هذايا الماك، هذايا الماك، هذايا الماك. كما قلنا هذايا وورد بريدج، هذا باش يكون ديزيجنيت بور، ديزيجنيت بور، ديزيجنيت بور. باهي عندي توا هذوما زوز، وعندي هذوما زوز. باهي انا كي باش نمشي من هنا، كي باش نمشي من هنا للروت بريدج نتاعي اللي هو هذايا روت بريدج، دونك 19 19. بار كونتر كي باش نمشي من هنا 19 ديريكت، دونك هذايا باش يكون، هذايا باش يكون الروت بور. من هنا نفس الحكايه، هذا باش يكون الروت بور. دونك عندي ديزاينيت بور، ديزاينيت بور، ديزاينيت بور، هذا يسيل الروت بور، وعندك هذا يسيل الروت بور. هذا يسيل الروت بور، شبقى بقى وهذا مزدوز. به كان باش نمشي من هنا 19 و 19، وكان باش نمشي من هنا 19 ديريكت. دونك انا الكوست نتاعو اقل، هذايا 19 وهذا 19 و 19. دونك هذا ايش باش يكون؟ باش يكون هذا الروت بريدج زاد الروت بور، باش يكون هذا الروت بور، وبقى هذايا دونك يتسمى ان يوزد بور، يتسمى ان يوزد بور ولا البلوكينج بور. دونك خلينا نزيدو فيريفيو اكثر. انيبل شو سبانينغ تري بروتوكول، دونك روت بور، روت بور، ديزنيت بور، ديزنيت بور، روت بور، هذايا روت بور وبلوكد بور. Enable show spanning tree protocol designated for root port et altern al block. Donc هذا اللي تم تاعو سي البلوك بور. نرجع مرة أخرى ونقول شو معناه root port. root port هو هو أقل كوست. قلنا الكوست نتاع فاست إيثرنت هو 19 وجيجا إيثرنت هو 4. دونك نحسب الكوست أنه هو الأقل كوست، وذاك هو root port. دونك من بعد نتعدى ال designated port. قلنا designated port كل اللي port متاع السويتش هما يلسون designated port. من بعد عندي unused port هما اللي port بلوكي، اللي يبقى بلوكي. دونك انا تو عندي الترافيك مرة، انا كي هذا كي هذا يحب يبعث حاجة يبعثها من هنا، مثل كي هذا يحب كيف هذا يحب يبعث لهذا حاجة، قول قال تو يبعثها من هنا ديريكت، لا هذه تو بلوكي ولات، يبعث تو من هنا، ومن هنا هو يعديه لهنا. ديما اي حاجة تتعدى بالروت بريدج. هذا يزيد نفس الحديث، يحب يبعث حاجه لهذا ينجم يبعث، ما ينجمش يبعثها خاطر بلوكي من هنا، يبعثها من هنا وهو يتعدى تو بروت بريدج. علاش قلت ينجم مثلا هذا البي سي ينجم يصب عنده ان بروجرام يقول لي هو زاد روت بريدج، يولي يعطي لروحه بريوريتي اقل من البريوريتي هذه، يولي هما يبعثوا له وهو يعدي، وانتر تون يزرع سنايفر عنده ويقرا الترافيك وشنو شنو يتعدى ولا شنو يبعث شنو يبعث. هذا باش نشوفوه ان شاء الله في البارتي جاي في بارتي سيكوريتي. جوست لاني قاعدين نحكيو على سبانينغ تري بروتوكول. دونك خلينا نرجع مره اخرى ونقول دونك باش نعطي لي ريغل اون جينيرال ديما 1 روت بريدج بير نيتورك. دونك عندي 1 روت بريدج بير نيتورك، ما عمري ما نلقى 2 روت بريدج ولا 3 روت بريدج. به عندي حاجه اخرى 1 روت بور بير نون روت بريدج. عندي ريت على كل هذايا، هذاش تسمى نون روت بريدج، هذاش تسمى نون روت بريدج، لازم نلقى لهنا روت بور. امبوسيبل كي نلقى لهنا ديزيجنيت بور دو بلوكيت بور، لازم نلقى فيهم روت بور، لازم هنا نلقى ديما روت بور. هذا ما يسمى كيما نقولوا دي ريغل نمشيو بهم. دونك عندي 1 designated port peer segment، وبيان سور عندي unused port اللي يبقى هو unused port. هذايا جينيرال مو لي ريجل كيفاش يصير spanning tree protocol. دونك تو نتعداو الحاجه تري امبورطون اللي هي states. اش معناها states؟ states هي اللي تا اللي تعدى بها البور. دونك البور يتعدى بكاتريتا، اول حاجه سي البلوكينج، بعد يتعدى بليسنينج، بعد يتعدى بليرنينج، بعد يتعدى بفوروردينج. دونك نرجع مرة أخرى ونقول كل بور من أول ما يتحط على سويتش يتعدى بلي كاتريتا. هذا هنا حتى كان نجيب أنا بي سي ولا نجيب سويتش واحد آخر ونحط السويتش هذا معاهم هكا بار إكزامبل، ونجيب السويتش هذايا بار إكزامبل ونربطه مع جماعة، يتعدى أي إيكيبمون نجيبه يتعدى باللي زيتا هذا
كي نشوفو ريت لي تو هو فانا ايتا تو كي نقول له enable show spanning tree protocol تو هو في الايتام تاع listening يبقى في الايتام تاع listening بعد يبقى list قلنا blocking listening learning forwarding تو في learning كنتراو LRN شوية أخرى هذاك بي أول ما يولي في forwarding دونك تلقاه اللي تام تاعو تتبدل الكولور نتاعو يتبدل يولي ماش كولور هذاك يولي الكولور الأخضر هذاك دونك توا مازال في learning دونك عشان تكمل الوقت بالضبط قداش يبقى دونك فوالا تعاد تولي اللي تاب forwarding أول ما ولا forwarding هاكا ولا الكولور نتاعو أخضر من هوني دونك نرجع نقول البلوكينغ تبقى 20 سكوند listening تبقى 15 سكوند و learning تبقى 15 سكوند ومن بعد يتعدى لي تاب forwarding معناها كي نجي نشوف الكل نلقاها زون نتاع 50 مينوت دونك باش انا نحط سويتش من سويتش لسويتش ويبدا السويتش هذا يخدم على روحه يبقى لي 50 سكوند استغفر الله 50 سكوند هذه في حد ذاتها تسمى كارثه دونك علاش اول حاجه باش يبقى في البور نتاع البلوكينغ في البور بلوكينغ يعمل تاب اسمها listening في فيديو قاعد يشوف الناس كل خاطر قاعد تابع في الفيديو كل واحد يقول انا الروت بريدج انا هاوش بريوريتي نتاعي انا هاوش عندي انا هاو المكادر تاعي قداش دونك الناس كل تابعت لبعضها في الفيديو هذه تسمى لي تاب دو بلوكينغ يتعادل لي تاب الثانيه اللي هي لي تاب دو listening لي تاب دو listening يبعث الناس الكل تبعث البي بي ديو نتاعها للروت بريدج الناس الكل تبعث البي بي ديو نتاعها للروت بريدج وتل سورت الروت بريدج كيف يلقى شكون عنده بريوريتي اقل منه ولا مكادرس اقل منه يقول له فوالا سامحني راك انت تو روت ما عادش انا من بعد نتعدوا لليتاب دو ليرنينغ ليرنينغ اللي هي نبني المكادرس تيبلز نتاعي ومن بعد تعدي لليتاب فوروردينغ نبدا نفوردي في الترافيك دونك نعاود نقول مره اخرى ليتاب دو بلوكينغ تبقى 20 سكوند ليتاب نتاع ليسنينغ تبقى 15 سكوند ليتاب نتاع ليرنينغ تبقى 15 سكوند ومن بعد يتعدى ليتاب دو فوروردينغ كما قلنا هذه في حد ذاتها تسمى كارثه دونك لازم نستعملوا حاجه اسمها السبانينغ رابيد بيرفيلانس سبانينغ تري رابيد بيرفيلانس سبانينغ تري البي اس تي ان بي اس تي ان رابيد رابيد بيرفيلانس سبانينغ تري كيفاش نجمو نابليكيو الرابيد بيرفيلانس سبانينغ تري كي نترى لهنا حتى كي نجي باغ اكزومبل هنا هكا نقص الكابل هذا وتوا نعاود نربط الكابل هذاك كيما قلنا اخزر قداش يبقى وقت وقداش كيما قلنا لي زيتاب يتعدى بيهم بلوكينغ ليسنينغ ليرنينغ فوروردينغ اتسيتيرا توا انا باش ندخل على لي سويتش هذو باش نعمل نابليكي اون كونفيغ نسميوها ديما رابيد بيرفيلانس بانيك تري بروتوكول وعلى لي ماشي على الاذية تصير كان على لي سويتش وعلى لي بوست نجم نابليكي حاجة اسمها البورت فاست خاطر زاد على البوست نجم نزيد نجيب انا ماشين لهنا وش تبقى نفس ليتا معناها بلوكينغ ليسنينغ ليرنينغ فوروردينغ اتسيتيرا وتبقى تتعدى كيفاش دونك نجم نابليكي عليه حاجة اسمها البورت فاست البورت فاست شوفوا بارتي جاية جوست تو باش نشوفوا الرابيد بيرفيلانس بانيك تري بروتوكول دونك نتعدى نشوف كيفاش نابليكي ندخل على السويتش الكل نتاعي باش نابليكي عليهم دونك نقول له كونفيغ تي سبانينغ تري مود وهنا يقال لي رابيد بيرفيلانس سبانينغ تري دونك نقول له رابيد بيرفيلانس سبانينغ تري نتعدى السويتش اللي من بعده كونفيغ تي انيبل كونفيغ تي دونك نقول له سبانينغ تري مود رابيد بيرفيلانس سبانينغ تري نفس الشيء نعاود نابليكيه لهنا نيبل كونفيغ تي ندخل على الكونفيجريشن مود ونقول له سبانينغ تري مود رابيد بيرفيلانس سبانينغ تري بروتوكول دونك تاو الريزو قاعد يبعث الكل من بعضه نفرج حكاية دونك قبل كان تاخذ اللي تاع نتاع البلوكينغ ليسنينغ ليرنينغ فوروردينغ تاو باش نشوفو قداش تبقى الحكايه اكثر فيسع فيسع اوتوماتيك فيسع فيسع معناها ميم با دي سكوند معناها فيسع فيسع تعديت شانجيت لي تان تاعها قبل كانت تاخذ وقت كانت لحظه مره اخرى اخذ رابيدمون معناها تري 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 رابيد ميم با معناها قداش تبقى جينيرال ديما ريكويست بينغ ولا دو ريكويست بينغ تيح فيهم ومن بعد تعاود تطلع كان نعاود ترى مره اخرى توا هنا دونك نقول له spanning tree مود رابيد ونقول له قدمها نو معناها نعاود نطيح الرابيد spanning tree دونك باش نعاود نطيح الرابيد spanning tree ونشوف اسكو فيسع فيسع تتعاود ولا قداش تبقى ولا دونك يعني على الكونفيغ هنا طيحت spanning tree زاد الرابيد بيرفيلانس spanning tree ولهنا فيست وطيحت الرابيد بيرفيلانس spanning tree دونك يعاود يعمل توا يبعث لي في فيديو ويطلع روت برينج ويعمل نفس الموال اللي كنا نحكي فيه عن ربع ساعة
وطبعا هاو هو نطيحوا الكونيكسيون ما بين لي دو سويتش هذا ونشوفوا قداش تاخذ وقت، اسكو بتاع ده فيسا فيسا ولا لا. لوجيكمون توا طونكو طيحنا المود رابيد بريفيلانس مانيكتيف بروتوكول اوتوماتيكمون باش تاخذ نفس البروسيدور اللي هي البلوكينغ 20 سكوند، ليسنينغ 15 سكوند، ليرنينغ 15 سكوند، فوروردينغ 15 سكوند اتسيتيرا. انتوما حتى كنت راك فيش قطعت برشا معناها جي نضرب هذه كيما العاده نقولوا صارت حكايه اوكي توا عاود ترجع تصلحتها. هاسكو فيسا فيسا باش تاخذ بيان سور مش تاخذ فيسا فيسا باش تاخذ كيما العادة البلوكينغ ليسنينغ ليرنينغ فوروردينغ وتوا تو منعرفش مانيتات شو سبانينغ تري بروتوكول. توا في الليسنينغ مازال في الليسنينغ مازال ليسنينغ وليرنينغ وفوروردينغ وجاو لك الكل. بي جوست جيت لهنا عطيت الماشين هذه عطيت ردي اكزامبل لا جوست باش نزيد نفهمكم حويجه برك 10 بلاني عطيت هاد 10 0011 باش نعمل بينغ ديسكونتينيو ب من هنا من الماشين نتاعي هذه باش نلانسي بينغ موان تي على 11 بينغ موان تي 10.0.0.11 فوالا. دونك انا توا من البيسي نتاعي قادم بينغي دونك هاي بينغي على روحو. نجي لهنا كيما العادة نرجع نقول له نفس الكونفيغ سبانينغ تري مود رابيد بريفيلانس سبانينغ تري. نعاود لهنا نفس الحديث سبانينغ كونفيغ تي سبانينغ تري مود رابيد بريفيلانس سبانينغ تري ونعاود نجي لهنا كيما العادة نقول له اللي قدام عنو نحينو نعديها هي. دونك توا جي اكتيفي لو سبانينغ تري بروتوكول رابيد بريفيلانس سبانينغ تري بروتوكول. دونك توا عندي بي سي قاعدي بينغي توا جو بو سيمولي اون تونتاتيف دو بروبليم. دونك جي نقص هذا ترى ونجي نعاود نرجع الكابلاج رابيدمون مين بعمل ريكويست بينج ما عملش رابيد معناها رابيد على الاخر ما عمليش كال بينج حبست ولا الكونيكتيفيتي حبست زيرو داون تايم معناها شوف كيفاش رابيد رابيد بفاسون كبيره ياسر ياسر. ان شاء الله تكون ليدي نتاع رابيد البيرفيلا رابيد سبانينغ تري بروتوكول وصلت ان شاء الله يكون البروتوكول الاس تي بي سبانينغ تري بروتوكول ليدي نتاعو وصلت. ان شاء الله المره الجايه باش نحكيو على لي زاتاك كونتر سبانينغ تري بروتوكول منهم الاس تي بي مانيبيولي اس تي بي مانيبيوليشنز كيفاش الهاكرز ينجم يلعب على الحكايه هذيا كيفاش تصير حكايه البورت فاست وكيفاش نعملوا للسيكوريتي للسبانينغ تري بروتوكول كيما البي بي ديو جارد البي دي روت هذا الكل نشوفوهم ان شاء الله المره الجايه. ان شاء الله البارتي نتاع سويتشينغ هذه هي سامبل على الاخر ان شاء الله ما نكونش انا صعبت فيها ان شاء الله نكون نجمت نوصلها. يعطيكم الصحه بارك الله فيكم السلام عليكم. بربي جوست حوايج قبل ما نمشي تفكرتها دونك باش سي قصي نجر ما يتغشش علينا. دونك قصي شنو قال قصي طلب قال علاش ما كيفاش نجم نكونيكت انا بار اكزومبل نحب نخدم في ام وير وي ام وير ثقيله شويه النوسيون نتاعها كيسعه شويه كيفاش نجيب في ام نت 1 في ام نت 2 ونحط ونخدم بريدج ونات ومود سويتش اتسيتيرا نحب نخدم على الفيرتوال بوكس خفيفه و... دونك سي سامبل الفيرتوال بوكس نجم تجي تعمل نيو وتخلق الفي ام وير الفيرتوال ماشين نتاعك معناها سواء كانت اكس بي 7 اللي هي اتسيتيرا. دونك بعد تجي لهنا تجي على جي ان اس 3 دونك تلانسي جي ان اس 3 نتاعك. دونك من جي ان اس 3 تمشي للي بريفيرنس من البريفيرنس تكونيكتي جي ان اس تعمل تكونيكتي جي ان اس نتاعك بال فيرتوال بوكس اون فوا صارت الكونيكسيون اديت بريفيرنسز دونك تكونيكتي الفيرتوال بوكس تاعك تعدل لو بلاسمون تاعها ايتترا. دونك لهنا تجي واحد واحد بار ديفو انت اول ما تقول نيو اوتوماتيكمون هو يلوج وباش يجيب لك بار اكزومبل انا اش عندي لهنا عندي هاو لي 3 ماشين عندي اكس بي اكس بي 2 وسيرفر دي سي لهنا مثلا هاو سيرفر دي سي جايب لي قال لي عندي انا الاكس بي والاكس بي 2 مدي سيرفر دي سي مزال كي زدتو جديد دونك نقول له فينيشي اوكي هاكا هبط مع الجماعه. دونك انا بار اكزومبل نجي نقول له مثلا اوكي اخترت هذوما ثلاثه سي بون نمشي للبارتي نتاع
الان ديفايس اللي الديفايس بينو. دونك مثلا نقولو اكس بي 2 نهبط الاكس بي 2، نحب نربط الاكس بي 2 مثلا مع روتور اون سي بو بيان سور، ما نجيش هكا باللوجيك اما جوست معناها تيتر ديكزومبل، نعطي فيك ديكزومبل. دونك نجي هكا وتوا نربط، نربط الزيرو زيرو عبارة جبت ماشين وربطها ماشين اكسبيرت وربطها تو نخدم على روحي عادي، معناها هو باش تمشي تو لوجيك مون هكا قاعدة تتلانسب. بون هي راهي اون برانسيب اسرع من هكا، من البي سي نتاعي مبين شوية فوالا. توا كان نجي تشوف تو تلقاها تلانسيت البي ام، هاي البي ام او هاي اون فونكسيون، هاي البي ام قاعدة تتلانس تو هاكي اكس بي وكرة ربطها بروتور. توا ديجا نعطيها هنا ادريساج، ندخل هنا على الكونفيغوراسيون تاع الماشين ويندوز ان سي بي بوان سي بي ال، نعطيها ادريساج بينغي تاب تلقى مي بينغي ولا رويح. ان شاء الله نكون وصلت لك ليدي، ان شاء الله تكون هذه هي الكيستيون تاعك. بالنسبه لعباد الكل نزيدي با ديبوزي دي كيستيون بيان سور، فما عباد كيف يسال سؤال نجاوبوه، فما واحد اخر يسال كيستيون بقل التربيه بيان سور، اقل حاجه انك تنيوريهم ما تجاوبوش. يعطيكم الصحه بارك الله.